رجعوا بعد الأسئلة اللي سولتوني عليهم، ورجعوا للطريقة ديال السبريد. بعض الأصدقاء ما فهموهاش مزيان، والطريقة سهلة جدا، أنا خاصك تشوف فين كاينة المقاومة كبيرة بزاف. بحال مثلا هنا كانت المقاومة قبل ما شريت أنا ب 104، كانت المقاومة هنايا كانت 10 ولا 11، وهنايا كانت تقريبا 34. عرفت بأن المقاومة غادي تكون كبيرة، شريت ب 104 وحطيت أن أوردر ب 105. شريت ب 104 وحطيت أن أوردر ب 105 تقريبا. ونفس القضية، غير يسالي هاد الأوردر نعاود ندير نفس القضية، نشري ب 103 ولا 104 ونبيع ثاني ب 105. هاد الطريقة كتبان ليا طريقة مزيانة، لأن واخا كتربح فيها قليل، ولكن طريقة كتكون نوعا ما مضمونة، لأن كيكون واحد البارير اللي كتكون انك تحبس العملة. يعني العملة فاش غادي تجي مثلا هرسات هاد 6 بيتكوين، ولكن فاش غادي تجي هنا غتلقى 18 البيتكوين غتحبس. فاش غتحبس هنا ب 18 البيتكوين غادي تطلع، وهذا الشيء غادي لا شفتو في الميبيان هانتوما غتلقاه راه باين. هانتوما مثلا تقريبا 102 103، نقولو حنا 102 كيف ما شفتو، انا كيبان ليا السيكور هو 102، هنا 102. الا جيت نشوف هنا هانتوما 102 103 كتطلع، كتهود حتى 102 كتطلع، كتهود حتى 102 كتطلع تقريبا من هنايا، من تقريبا من هنا. شوفوا هنا تقريبا هانتوما 101 102 من 8 ديال الصباح. يعني العملة تقريبا عندها واحد لاباز، عندها واحد السيبور اللي في 101 في 102. هنا نستغلوا هاد القضية هادي، كيما قلت لكم تكون غير غابيد، تربح مثلا تحط الاوردر ديالك مثلا في 103 ولا في 104، تبيع في 105 ولا في 106 ولا 102. كيما شتو هو الاوردر تاني 104 داز، ولكن في ساعة ديالي غير هنايا مع هاد الربعة ديال البيتكوين، اون فوا اتليكيدا هاد الاوردر هذا ونعاود نشري ثاني. نقدر لو بغيت نزيد نحطو في 106 نحطو في 107، انتوما احرار. ولكن الطريقه اللي تبان ليا مزيانه هي انك تاخذ لو بروفي ديالك، تاخذ الربح ديالك في اسرع وقت، واخا المبلغ المستثمر تقريبا قليل جدا، شي 70 ولا 70 دولار، ما كيعطيكش شي ربح كبير، ولكن كتبقى غادي بشويه بشويه، ومن هاني كتعلم باش تقن هاد القضيه هادي. كيف ما قلت لكم الان في الحلقه السابقه، ما يكونش الهدف ديالنا 100% هو الربح، الهدف اللي كبر من الربح هو انك تتعلم استراتيجي، تتعلم شي حاجه اللي غادي تولي عندك بحال الحرفه. الا تعلمتي هذه القضيه هذه ثق بيا انك غادي تجيب لك الارباح الكثيره من القدام. ولكن انت غير كتفكر غير في الربح، باغي تربح بدون استراتيجيه، بدون اهداف، بدون تعلم، بدون غير اوكي، راه ثق بيا انك تقدر تربح اليوم وغدا، ولكن من بعد ما تكونش واحد الاستمرارية في الربح. فوالا، حنا قلنا شرينا 104 وهنا بعنا 105. هاد القضية ديال هاد ديال السبريد فيها جوج حوايج خصكم ديرهم في بالكم. خصك تشوف الأول فاش غادي دير السبريد، واش نتا باغي تكبر، باغي تزيد في العدد ديال البيتكوين ديالك، ولا باغي تزيد في العملة الأخرى اللي هي الفيرج. واش بغيت مثلا بغيت تزيد في العمله ديال الفيرج باش تعزز البوزيسيون ديالك، المكانه ديالك، الا كانت عندك 1000 ترجع 2000 ولا ترجع 3000، ومن بعد عاده باش تبيع. كاين جوج استراتيجيات هنا، كيف واحد الاخت سولتني في القناه على الاستراتيجيات، غادي نشرحهم ان شاء الله من بعد، ونشرح لكم استراتيجيات المدى القصير، المدى المتوسط، والمدى البعيد، وكيفاش تقدر كاع تميكسي بيناتهم، يعني تمزج بين هاد الاستراتيجيات. يعني رجعوا للفيرج مثلا، قلت لكم الا كنتي باغي تربح البيتكوين، يعني خصك مثلا بعت انا 105، بعت 104، انا نشوف الاوردر باش نشرح لكم احسن. انا في الهدف فاش دخلت فهاد سبريد مثلا كنت باغي نربح شويه ديال البيتكوين. تري بيان، كيف ما شفتوا مثلا انا شريت نشوف نديرو ديال الصون عفوا، نديرو مثلا داك الميسيرشن مثلا فيرج. شوفو هاد ديال فيرج مثلا شريت هنا 123 بعت 124، شريت 117 بعت 118، شريت 117 بعت 118، شريت 104 بعت 105، شريت 103 بعت 104، شريت 103 بعت 104، شريت تاني ب 103 وبعت 104، وعاود شريت ب 104. شريت 104 كيف ما شفتو من هنا، اللي مهم هو من هنايا،
ولا من هنا من الاول مثلا، من هنا بالنسبه للناس اللي باغيين يزيدوا في الفيرج، كيف ما شفتوا بديت ب 8400 بديت تقريبا راه نفس الرصيد ديال البيتكوين اللي كان عندي، ولكن غير السعر اللي كيتبدل. هنا بديت شريت 123، من هنا شريت 104، يعني هنا بديت ب 8421 فيرج وليت في 10220 تقريبا، نقولوا 2000 فيرج بين هنا وهنا، يعني من هنا راه عززت المكان ديالي في الفيرج. ولا هذا واش مزيان هاد الطريقه هذه. اما كنت شريتها ب 123 وقلت صافي نتسنى حتى تولي 150 ونبيع، غنلقى رصيد عندي نفس القضيه، نفس المونطون اللي غيبقى عندي، وربما غنلقى عندي دابا رصيد ديال البيتكوين غيكون هود، لان الثمن ولا 104 ولا 103. ما علينا، نشوفوا حنايا دابا من هنايا شريت 104، بعت ب 104، يا سيل بعت ب 104 وشريت 104. علاش بعت 104 وشريت 104؟ كيف ما شفتوا هنايا، الا جيتنا نشوفوا هنا الرصيد ديال فيرج راه نقص عندي تقريبا ب 50 فيرج، كانت عندي 10253 ولات هنا عندي 10202، ولكن فاش غادي نبيع ب 105 غنكون ربحت في البيتكوين، لان البيتكوين هذا هو هذا. ما عرفتش انا واش فهمتوا لو كونسيبت ولا ما فهمتوش. يعني مثلا نرجع لهنا، مثلا واخا الفيرج يطلع، مثلا كانت عندي البيتكوين، بعت ب 100 بعت ب 115 وبقى عندي الفيتكوين، ولقيت البيتكوين عفوا، ولقيت الفيرج طلع مثلا ل 120، ماشي مشكل. الا كانت انا الرصيد باغي نطور البيتكوين ديالي، نقدر نشري ب 120 ونعاود نبيع ب 121، وما كاين حتى شي مشكل، غير ما بعتش باقل الثمن اللي شريته. مثلا الا بعت ب 120 وبعت 119 غادي يكون خسرت، بعت 118 غادي يكون خسرت، ولكن الا بعت الا شريته مثلا شريت 104 وبعت 105، بعت 105 ولكن الصفقة الاخرى عاودت شريت ب 120 وبعت 121، غنكون انا ربحت في البيتكوين، واخا انا شريت الفيرج بواحد الثمن غالي شوية. ما عرفتش انا واش فهمتوا لو كونسيبت والمفهوم ولا لا. المهم تقريبا هذه طريقة من الطرق اللي بغيتكم تمكنوا بها انكم تبداو تقريبا ب 5 دولار ولا 10 دولار، وبقاو ديروا هذه الطريقه حتى تعرفوا مكامن القوه ديالها ومكامن الخلل ديالها. ونعاودوا نشوفوا ثاني مجموعه من الطرق اللي غادي نشوفوهم، ولكن خصكم تعاودوا تعرفوا كيفاش ثاني تحلوا لي زاناليز. تقولوا مثلا واخا لي زاناليز ماشي 100% كيصدقوا بحال الفوركس، كتكون عندهم واحد المجموعه واحد المصداقيه كبيره، ولكن هنا بما ان هاد لاكريبتو كيرونسي باقا سوق جديد، هذا القوه ديالو، ما كاينش دوك لي روبو ديال التريدين اللي كيتحكموا في السوق. والسوق تري فولاتيل، يعني يعني لا فلوكتياسيون ولا عفوا انخفاض وارتفاع الاسعار، التغير في الاسعار كيكون كبير جدا. يعني مثلا الناس هنايا انفيستين في الفيرج يعرفوا مثلا بان اللايت كوين فيها الربح اكثر من الفيرج، يقدر الناس يسحبوا فلوسهم من البيتكوين من اللايت من الفيرج ويحطهم في اللايت كوين ويحطهم في عمله اخرى، ولا يشوفوا شي حاجه، يعني راس مال غير ثابت متقلب، هذاك الشيء كيخلي السعر في واحد التقلبات كبيره جدا. يعني اللي ديالو هاد الاناليز كتعطيك واحد الرؤيه، ولكن ما كتكونش دائما 100% صادق هذا من جهه. فوالا، ان شاء الله من بعد نقدر ندير لكم واحد خلاصه تقريبا على مجموعه من الاستراتيجيات اللي تقدروا ديروا، واش المدى الطويل واش المدى المتوسط ولا المدى البعيد، كيفاش تخدموا في هذا الاستراتيجي هذا. وبالنسبه للناس اللي عندهم هاي بي سي سي، كنتمنى يردوا البال من هاد الناس اللي كيكونوا في الشات، لان الاخبار ديالهم كتكون تقريبا 21% ديال الصواب ديالهم، 20% صائبة و 80% خاطئة، كتبقى كيبغيو يديوك العملة اللي هما مانفيستين بيها باش تشري وتطلع الثمن، ولا كيبقاو يدينيغريو في واحد العملة، يعني كيبداو يذكروك المساوئ ديالها باش بنادم يبيع ويشروه هما بأقل ثمن. يعني خصكم تردو لهاد الحوايج هادو من هاد لي ترول بوكس هادو، خص تكون عينيك ميزان تشوف المعلومة وتقلب واش صحيحة ولا لا عادة باش تحكم. نتمنى نكون توفقت.